نظمت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين وتحت رعاية وزارة التجارة والصحة وكذا والي وهران يوما دراسيا تمحور حول التداعيات الصحية والاقتصادية للنمط الغذائي الحالي للمجتمع الجزائري وسبل النهوض به، وذلك بشعار غذاؤنا مناعتنا ومناعتنا في سلامة غذائنا. التغطية لشرق يوسف. أستاذ زكي حريز رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، على كل حال اليوم الدراسي والإعلامي كان خرج يعني بجملة من التوصيات كل حال باش نرسلوها للسلطات العمومية وكذلك معناها الجانب نتاع المحترفين المتعامل الاقتصاديين، فيما يخص يعني أولا يعني إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الغذائي اللي تكون وكالة استشارية وكذلك وكالة معناها متابعة لكل ما هو لكل يعني للأغذية وكذلك الرقابة على الأغذية. أستاذ بوكلي حسن بن عمر مستشار الفيدرال الجزائري لحماية المستهلك، على كل حال كان حضور كثيف لمختلف القطاعات، وهذا يدل على مفرد ثمين وهو تنسيق. الحضور هذا دل على شيء وهو التنسيق فيما يخص الانشغالات المجتمع الاستهلاكي الجزائري وانشغالات وطلبات حماية المستهلك والمستهلك عموما. فالرعاية إذن عبد المجيد قدي أستاذ جامعي بجامعة الجزائر 3. الواقع أن هذا الملتقى هو ملتقى يعني إيجابي وجدي، تناول الكثير من الجوانب ذات الصلة بسلوك المستهلك سواء من حيث أبعادها الصحية أو أبعادها الاقتصادية أو أبعادها الاجتماعية. وأيضا الشيء الذي أيضا يعني يميز هذا الملتقى هو أن المتدخلين كانت لهم مقاربات مختلفة، منهم الأطباء، منهم المهندسون، منهم الاقتصاديون. المدير التنفيذي للفيدرال الجزائري للمستهلكين في فندق رودينا يوم 29 مارس الفيدرال الجزائري للمستهلكين نظمت يوم دراسي وإعلامي فيما يخص الأكل السليم، وخرجنا يعني بعض التوصيات واللي كانوا حاضرين معنا مشاركين كل متخصصين في الاقتصاد في الفلاحة مدراء عامة على بعض